في ايه؟ هنل تعالى. جيت؟ انا جسمي بيتخرط من جوه يا باشا. قلقتلي في ايه يا باشا؟ قولي. انا بمر بتجربة. انا وقعت من السماء وانت زدت العب تاني. انا ماشي مع واحدة اليومين دول كلام في سرك مراتي. يا باشا مراتك وماشي معاها وما بتنامش، ايه المشكلة فيها؟ ضميرك بيقلبك؟ وامك بتعملني كلام دي مجنون كده ليه؟ انا مش فاهم حاجة يا باشا، عايزك تفهمني عشان اعرف ارد عليك. لا هتغاب عليك، ما انا ما تجيش تخنقني انت كمان. افرض مثلا يمكن انا بحبها مثلا. طب يا باشا ده جميل جدا اللي تصلح علاقتك مع مدام فيحاء. دي ست رقيقة جدا، ست جوهرة، ست تستحق كل خير. يا عم انت هتخلينا نندم ان احنا جينا كلمناك ولا ايه في الليلة الزرقاء دي؟ يا باشا ده انا بدافع. ولا تدافع ولا تقف جون، خلاص. انا كل الحكاية عايز ان انا وهي يبقى علاقتي كده زي السكينة في الحلاوة، ناخد وندي في الحلاوة مع بعض. ده سهل يا باشا سهل، خصوصا بقى اللي مدام فيحاء بكلمة واحدة منها ممكن تصلح كل علاقتك بيها، دي ست زي البسكوتة. ما خلاص يا عم الكتكوت. انا عايز اعرف انا هعمل ايه، قول لي فهمني انا هعمل ايه. شوف يا باشا، اتفضل. الستات عموما تحب المعامله الرقيقه، تحب الشعريه، تحب تحسسها بدفء المشاعر. شفت تايتانيك؟ لو المصحف ما شفته. الفيلم تايتانيك يا بقى، تايتانيك الفيلم. لا ما شفتش تايتانيك. انا عارف روميو جوليت. عداد الشمس. خد بيتك يا روميو. وريني ده كان عبيط ولا ايه؟ صح. زهق. ام شاكر. انا بنت روميو. فيحاء اطلعي بقى عشان نقول كلام حب بقى. فيحاء فيحاء يووووو. مين؟ هلا. انت مين؟ انا روميو. وعايز ايه يا سي روميو؟ عايز حد يسلكني من الشجره اللي انا فيها دي. بسم الله ما شاء الله، ايه الحلاوه دي؟ بعد ما ابص لك بروح ابص في المرايه بحس ان انا شايف حيوان. حلو قوي الوقعه اللي انا وقعتها دي. انت كويس؟ لا انا اتخضيت. ايه؟ اتخضيت عليك. انت كويس؟ والله اتخضيت عليا. انت كويس؟ انا سيبك من انا كويس ولا اتنيه، انت اتخضيت عليا. والله انا اعرف ان اتخض بالشكل الجميل ده، انا مستعد بكره اجيلك ظارف نفسي بلطه في وشي مفيش بعدها. بعد الشر ده انا والله في وشي. بعد الشر جيلك بكره خبط دماغي بصور حديقه. الف بعد الشر عليك. انما ايه الرومانسية دي كلها؟ ايه يا حبيبي؟ وعليك تطلع على الشجرة تعمل لي روميو وانا جوليات، ما اقدرش على الكلام ده كله. انا والله الواحد حاسس انهم اثر بس يعني. انت كتفت ومين انت ده الله يخليك؟ من ده انا متفكر. ايوه ارفع. ايوه بس اظبطي بقى، تعالي شمال بسرعة لا تنحقلب. بس خليك اقول لك بقى، تحب تروح فين؟ زي ما انت عايز. البت الواقعه دي. انا بهزر. خلاص نبدا
نرجح السبتية. اوكي اوكي وقع يعني يلا بينا بقى. والله انت عارفه لان احيانا الواحد ربنا بينجده يعني بسطوره معاه. انا وقعت من هنا على الارض من البلكونه. ليه واحد صاحبي وقع برضه من طياره بس نزل رشق في البرج. يعني الحمد لله برضه. تعرف الخيمه دي بفكرني بفيلم عنتر ابن شداد بتاع الاستاذ شيبوب. عارفها شيبوب ده؟ والاستاذه كوكك. عارفها؟ ايه ده؟ ايه ده؟ مش بقول لك فردتين قاعدين؟ دي مزه حلوه صح؟ دي مزه في الجون. بتعمل ايه؟ بس اعمل ايه؟ اعمل ايه؟ انت مش شايفه بتلاقي حل بيا؟ لا لا من فضلك استنى انت بس. انت هتلاقي دم بيطرطش وقطع غير بني ادمين بتترمى ولا تلاقي. خلي نفسيتك سكت. رياضة عشان خاطري. بلا رياض بلا امسك. من فضلك امسك القميص ده احتمال يبقى ذكرى ولا حاجة. من فضلك. ايه بص يا كابتن، احب اعرفك ان انت غلطت جامد يعني في نجم غلاف اخبار الحوادث. خد القميص واجري انت، خد القميص واجري انت. شوف اي حد هنا بلاك اجري. طب ارسلك على ناحية بقى. خد بالك انت حيوان، انت مش عارف ده ضابط. ضابط هو محتاج توصية بالطنين. ده ضابط خلاك نرجعنا. طب اقول لك بعد ناس الخبار الله حسن. اعمل ايه طيب؟ اعمل ايه يا انا استنى كده يمكن ما اعرفش. ايه يا عم انت ايه بترد نزلت حاجه ساعه ولا ايه؟ خلاص طيب. ايه يابا لو النبي اوعى تعمل لي اي مفاجاه ثانيه. ايه ايه يابا استنى في شرف. روح انت بقى يلا عشان الراجل ده عايز بحاجه. يلا اطلع يا عم الصبر زيت. بس عند الحته اللي هي سيف يد اللي كانت فيها سيف يد دي. انا مش قادر اقول لك انا مبسوطه قد ايه النهارده. وانا مش قادر اقول لك انا كان هيتعمل فيه ايه ورا الجبل لما الراجل خدني وراه. كان عايز يقلع الساعه دي بس اللي يقلع ساعته يبقى كانه فرط في مناخير في اي حاجه في جسمه. لا بجد انا مبسوطه قوي. مبسوطه؟ جدا. مبسوطه عشان الدغدغته قدامك يعني ولا لا؟ لا 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 انا مبسوطه لان انا حسيت بالامان اول مره بصرف النظر انك انت اتضربت. بلاش حته الضرب ده ما تكررهاش كتير طبعا. بس حسيت ان انا شايفه قدامي هيرو. نعم هيرو. يور ماي هيرو. يور ماي هيرو. ايه ايه رياض حقيقي انا عايزه اصرخ واقول للناس كلها. عايزه اصرخ بجد جوزي اتضرب عشان بس. طيب انت خلاص ده انت بجد خلاص. انا نفسي اصرخ حقيقي خلاص. طيب يا في حق. طيب ده ايه العرب ده؟ ده هتنرفزنا ليه؟ ده جوزي اتضرب هتفضحنا. مبسوط يا هاني مفنجل. ده سيادتك ما عملتهاش من زمان. بقول لك مبسوط يا هاني وعايز اخلي كل اللي حواليا في السجن مبسوط زيي. مش عارف عايز اعمل لهم حاجه. عايز اكافئهم يا هاني. انا فرحان. كافئهم لي يا هاني. كافئهم يا باشا. قول لي اعمل ايه وانا اعمله. صرف لهم 3 سنين سجن. Thank you.
انا شايف يا باشا ان موضوع روميو وجولييت جاب نتيجه. انا قلت على الاقل بس المهم يا باشا تكون صعبت عليها قوي بقى. صعبت عليها مهم جدا طبعا. ايه اللي صعبت عليها؟ ده كان في واحد لوحده لابس جزمه مقاس 5-46 كده، كان ماسك وش بس لوحده، نزل تنفيط في وش كده بالجزمه لما عمل بق جزامه. شوف يا فندم، هو في مزبون عندنا وكان ليه طلب كده، ويا ريت سيادتك تقدر تنفذه له ده عشان انا يا فندم تبقى يعني حققت لي امنيه كبيره جدا. انا تحت امرك يعني. ايه بقى؟ هو يا فندم فرح ابنه قريب وهو نفسه يحضر الفرح، فيا ريت سعادتك لو قدرت ان انت يعني تبقى عملت له يعني. خلاص طب انت عداش عتان عليه خلاص. هو فرح ابنه يعني جاي قريب؟ ان شاء الله. هو فاضل له اسبوع يا فندم، ويا ريت سيادتك لو قدرت ان انت تشوف له اي طريقه يحضر بيها الفرح. والله العظيم حرام كده يفضل قاعد كده وهو ابنه بيتجوز. خلاص سيب الموضوع ده، انا هتصرف. متشكر قوي يا فندم. بس بقول لك بقى اعمل لها استورك عشان ما تفضحش يعني. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. هل من عم فتحي؟ زي جامع نعم. جامع. العشاء عندكم عم فتحي في فرح ابنك ولا نجيب عشانا معانا؟ انا ممكن اقضيها سندوتشات. قصدك ايه يا سعاده البيه؟ يعني قصدك ايه يا سعاده البيه؟ اذا عم الراجل ده هيخلينا نعيط. ايه يا عم فتحي، انت مش عايز تاخد ابنك في حضنك كده وتقول له مبروك كده ها وتفرح بيه كده ولا انت ايه؟ اشوف ابني واجوزه ان شاء الله. عفوا عفوا بس بقى واحد الله. طيب بقى بس 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 بقى استغفر الله العظيم. بس شوفوا كرتونتين بيت الأخت الحبيبة الغالية المحلوبة. الأخت الحبيبة الغالية المحلوبة. في إيه بقى؟ ها؟ إيه؟ حيرت قلبي معاك. كلام الفاضي ده. فيه. انا رايح فرح، تيجي معايا؟ امالك بتقول ابقى اعرف كده ليه؟ انا مش قرفان، انت اللي قرفان. انا مش قرفان، انا موافقه. خلاص اخش البس حاجه. حاضر. في حق؟ نعم في حق. ابقى يعني البس حاجه مقفوله. حاضر. الزراير يعني. حاضر.